بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ما شهدناه اليوم من مآسي حقيقية بل فاجعة حقيقية لما يعانيه أبناء وفئة من فئات المجتمع المسلم الذين يعانون في مخيم القهر، مخيم الذل، المعسكر الموجود حاليا في منطقة أشرف في العراق، يحتاج إلى هبة حقيقية ووقفة من كافة أحرار العالم وخاصة العالم العربي والإسلامي ومن البرلمانيين بشكل خاص، حتى يخرجوا هؤلاء ويتناولوا ويتعاملوا مع هذه القضية من بعدها الإنساني. وقد رأينا تماما الخطر المحدق الذي تعرضوا له حينما استشهد تقريبا ما يقارب 52 من الرجال والنساء في مخيم أشرف، وكيف كانت آلة القتل وآلة القهر تقتلهم بلا رحمة وتصوب المسدسات والأسلحة الآلية على رؤوسهم، والهدف الرئيسي كان القتل والقتل دون رحمة كما قلت. ولذلك هم الآن في حالة خطر، وعلى المجتمع العالمي، على العالم الإسلامي أن يقوم بواجباته اتجاه هذه الفئة من أبناء أمتنا الإسلامية. نتمنى بإذن الله كبرلمانيين أردنيين أن نطلع بهذه المسؤولية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.